أهلا بكم في موجز لأهم وأخر الأنباء. أفادت مصادر مدينة درنا باندلاع شبكات عنيفة فجر الثلاثاء بين قوات حماية درنا وميليشيات الكرامة في وادي تمسكت قرب المدخل الغربي للمدينة. وبحسب المصادر فقد أسفرت الشبكات المسلحة بمنطقة تمسكت عن مقتل آمر ما يعرف بالكتيبة 36 صاعقة عبد الحميد الورفلي وإصابة عنصرين آخرين، بالإضافة إلى استشهاد عنصر من قوات حماية درنا. بدوره قال الناطق الإعلامي بميليشيات الكرامة ميلود الزوي أن عناصرهم تعرضت لهجوم بمنطقة تمسكت من قبل قوة الحماية، إلا أنها تمكنت من التصدي للهجوم بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات واستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة حسب قوله. هذا وقصفت المدفعية التابعة لميليشيات الكرامة فجر الثلاثاء أحياء وادي الناقة وحي السلام وشيحة الغربية بمدينة درنا. وقال مسؤول الملف الأمني بمدينة درنا العميد يحيى الأسط عمر إذا القصف خلف 4 إصابات بين المدنيين حالتهم متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأحياء الغربية للمدينة. وأضاف الأسط عمر أن القذائف العشوائية التي سقطت على منازل المدنيين كان مصدرها ضاحية عين مارة المجاورة لمدينة درنا. قتل اثنان وجرح اخر في هجوم صباح اليوم الثلاثاء استهدف بوابه 60 جنوبي جدابيه. واوضحت مصادر امنيه ان الهجوم استهدف بوابه 60 التي تتمركز فيها افراد من الكتيبه 152 مشاة التابعه لما يعرف بعمليه كرامه جنوبي المدينه، مضيفه انها تم اغلاق الطريق الرابط بين جدابيه وجالو امام حركه سير بعد وقوع الانفجار، حيث يجري تمشيط المناطق وذلك من اجل كشف ملابسات الحادث. وكانت البوابه قد تعرضت الى استهداف مشابه في 9 مارس الماضي أدى إلى إصابة 2 أحدهما من الجالية السودانية. علق رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح جلسة اليوم الثلاثاء بسبب شجار بين النائبين دون تحديد موعد لاستئنافها. من جهته قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المرمي أن الجلسة علقت لقلة عدد النواب الحاضرين، وأظهر تسجيل وقاعة الجلسة مشادثا كلامية بين عضوي النواب عيسى العريبي وفرج أبو هاشم على خلفية نقل مقر البرلمان إلى بنغازي من عدمه. وكان مجلس النواب قد افتتح جلسته الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب عقيل صالح وبحضور 13 نائبا لمناقشة انتقال مجلس النواب إلى مدينة بنغازي وعدة بنود أخرى. حذر وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل من تعدد المبادرات لحل الأزمة الليبية، مشيرا في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا الاثنين إلى أن تعدد المبادرات تربك المسار التسوية وتعمق الانقسامات الداخلية. وأوضح مساهل أن تمسك الأطراف الليبية بالحل السياسي وبالمصالحة الوطنية يستلزم مواصلة الدعم والوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق الاستقرار والانتقال السياسي، مثمنا جهود المصالحة التي تحقق في عدد من المدن الليبية لا سيما بين مصراتة والزنتان، واعتبرا أن هذه المبادرات حدثا مهم على درب المصالحة الشاملة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.